حطينا بلان بي للمنافسات والجدول موجود، وحطينا بلان سي للمنافسات والجدول موجود، واخر موعد احنا هنعلن على الصفحه الرسميه للاتحاد يوم الخميس القادم. يعني يوم الخميس هتظهر الرؤيه كلها. وي هاف تو ميك ا ديسيجن. تمام، مش هيبقى في اي تعديلات بعد حتى كده. حتى لو يوم السبت ظهر قرار تاني، حصل تعديل في قرارات خلاص لازم ابدا، لان انا عندي صالات لازم احجزها. اكيد عندي ناس هتبدا تاخد مسؤوليات، لجان مسابقات هتشتغل، لجان حكام هتتبلغ، موضوع كبير جدا، منظومه كبيره قوي. طبعا 6 فروع مع بعض، 18,000 اسره لازم هتتحرك، لازم الامور تبتدي تتهندل بدري يعني وتبقى كده. منظمه. فالقرار الفاينل ان شاء الله هيطلع يوم الخميس الجاي على صفحه الاتحاد بالجدول. البطولات تخلص امتى؟ البطولات انا اخر موعد اقدر اعمل فيه بطولات هو 30/6. تمام، ما اقدرش اعمل بطولات جمهوريه بعد 30/6. الكلام ده هيتزامن، لو قلنا بعد العيد، هيتزامن مع النشاط الدولي، لان انا بعد يعني عندي قبل العيد او عندي في اول 4 نشاط دولي، اللي هو بطوله كاس الفراعنه للايروبيك بالظبط، بعديها رمضان، وبعد كده كاس العالم بعد العيد باسبوعين، بعد كاس العالم عندي بطوله دوليه. مطلوب مني ان انا اعمل في الفتره دي كل البطولات دي، جميع البطولات. ده هيتطلب على فكره مننا ان احنا نحجز 4 صالات يوميا، والبطولات بتاعه الفروع المختلفه تدار في نفس الوقت. يعني لو الناس تفكر شويه، احنا محتاجين، طب احنا قدرنا مثلا، يعني هنقول قدرنا ان احنا نحجز الصالات ونهندل المواعيد وكده، الطاقة البشرية الموضوع صعب قوي، وده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي لإيجاد الطاقة البشرية اللي تقدر تشغل 4 صالات. وده بالنسبة لنا في الاتحاد المصري للجمباز حاجة صعبة قوي، ما حصلتش قبل كده. يعني احنا أقصى حاجة مرينا بيها ان احنا نشغل 3 صالات مع بعض، انما 4 ده يعني ده اوفرلود بصراحة غير عادي. بس انا واثق في الشباب عندنا، واثق في المجموعه كلها، سواء مجلس اداره او لجان الاتحاد او اداره الاتحاد، وان شاء الله هنقدر نكملها. يعني ان شاء الله يوم الخميس اخر ميعاد للجداول وما والمواعيد، ومفيش بطولات هتتلغى ومفيش بطولات هتتاجل لبعد 30/6. جميل، يعني النقطتين دول لازم يبقوا واضحين للجميع. طيب.